وهذه انتقل إلى قضية أخرى، وهذه الأنعام والحمير طاهرة أبعارها والسور ومثلها البغال ثم الخيل وإنما ينجس منها البول. وهذه الأنعام والحمير، ما هي الأنعام؟ الأنعام هي البقر والإبل والغنم بأنواعها، هذه هي الأنعام. يقول طاهرة أبعارها والسور، جلي، الأمر فيها جلي، أبعارها وفي سؤرها الأمر فيها ظاهر، جريا على قاعدتنا أن كل ما جاز أكله فإن روثه طاهر. الحمير في روثها وسؤرها خلاف بين الفقهاء، والذي عليه علماؤنا أنه طاهر، قد يكون لأسباب، منها أنه لا يوجد دليل على تنجيسها، وقد كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع رحمه الله تعالى من طريق ابن عباس يوم أن كان الناس يصلون صلاتي الظهر والعصر بعرفة، يقول ابن عباس بأنه كان معترضا للصف بحماره، أي أنه كان يمشي أمام الناس بحماره، ومعلوم أن الحيوان لا يمكن أن تضبطه بضابط معين حتى يحفظ نفسه من إلقاء فضلاته، فليس من البعيد أن يلقي شيئا من فضلاته، هذا أمر. الأمر الثاني، الناس في السابق كانوا مبتلون بالحمير كثيرا جدا، فتنجيسها إنما هو إدخال للمشقة عليهم، ومن هنا رخص الشرع فيها. أما البغال والخيل، الحمير من حيث أكلها كما تعلمون تنقسم إلى قسمين، الحمير من حيث أكلها تنقسم إلى قسمين حتى نطبق عليها قاعدتنا. فالحمير الأهلية التي هي مستأنسة عند الناس ويستخدمونها، هذه لا يجوز أكلها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، نهى عنها. ولفقهائنا ثلاثة أقوال في الحمير الأهلية، فمنهم من يرى حرمتها أخذ من هذا الحديث، ومنهم من يرى كراهتها، ومنهم من يرى جوازها، إلا أن الفتوى بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لحوم الحمر الإنسية. أما الخيل فلفقهائنا خلاف، هذا ما يتعلق بالحمر الإنسية، نعم. أما الحمر الوحشية فهذه لا حرج في أكلها، لأن الأصل جواز أكلها، ولم يأتنا دليل شرعي يحرمها، فليست هي من ذوات الناب من السباع، فالأصل جوازها، ولم يأتنا دليل شرعي يحرمها، بل على العكس من ذلك جاءت الأدلة الشرعية بجواز أكل الحمر الوحشية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكلها، وجاء في حديث إحرام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد عرض عليه حيوان وحشي فرد وهو محرم، فرده صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الكراهة في وجه الرجل الذي أهداه ذلك اللحم، لحم الحمار الوحشي، قال له صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، بمعنى أن ما رددنا هذا اللحم ولم نقبله منك إلا بسبب أننا محرمون، والمحرم ممنوع من قتل الصيد، كما أنه ممنوع من أكل اللحم الذي صيد من أجله، على رأي كثير من الفقهاء، والمسألة مختلف فيها. ففي هذا بيان أن الأصل أنه يأكله صلى الله عليه وسلم. أما الخيل ففيها الخلاف، هل يجوز أن تؤكل أو لا يجوز أن تؤكل؟ والراجح في حكم الخيل أنه يجوز أكلها، لثبوت ذلك في السنة، كما في حديث أسماء: فقد أكل الناس من الخيل. والذين منعوا من أصحابنا من أكل الخيل قالوا إن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر الخيل والبغال والحمير قال: لتركبوها وزينة، ولم يقل لتأكلوها. فهذا الدليل وعلى كل فيه نظر، فصراحة الحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم خيل
أقوى من دلالة ظاهر الآية، والآية ليس فيها تحريم وإنما فيها امتنان على الوجه الأعم الذي يستفيد الناس منه بالخيل والحمير والبغال. لذلك فسؤرها وروثها على هذا الرأي طاهر، لأنها حيوان ما يقوله اللحم.